اهلا وسهلا بكم طلابنا صف السادس الابتدائي، رجعنا لكم مره ثانيه. واليوم نريد نشوف هنا شغله مهمه، وهي السؤال يقول وات از ذا ماتر. وات ذا ماتر؟ ما هي المشكله؟ لما نشوف لنا واحد وهذا الواحد مو على بعضه، نقول له وات از ذا ماتر، ما هي المشكله؟ فهو راح يقول لي اي هاف، انا عندي، ويبدي عدد الامراض مالته. I have broken arm، لدي ذراع مكسورة، لدي broken leg، لدي ساق مكسورة. يمكن يقول I have headache، عندي صداع. I have earache، عندي ألم عندي ألم بالأذن. I have cold، عندي نشلة. I have rash، عندي طفع جلدي. I have stomach ache، عندي ألم بالمعدة. ايك، الم بالمعدة. I have toothache، عندي الم بالاسنان. I cough، انا عندي سعال. I have temperature، عندي درجة حرارة. طيب يعني هيش طريقة تجي؟ نعم، هذا الطريقة اللي راح تجي بيها، ثم تجي على شكل توصيل. يعني شلون شكل توصيل استاذ؟ يعني مثلا يجيب لنا هنا نخرى، هاي يجيب لنا قائمتين، قائمة A وقائمة B. من ضمن القوائم مثلا يجينا بالسؤال الثاني، يقول لنا what is the matter من ضمن السؤال. بعدين هنا الاختيار يقول له I have toothache، لدي ألم بالأسنان، ويربط القائمة الأولى بالقائمة الثانية. زي ما هاي بقي من يجي هن، هاي أخذناها من الفصل الأول الفصل الثاني، وهسه الفصل الثالث. أوكي، خلصت السالفة؟ لا ما خلصت السالفة، جاشك وبعد بعد يا قلبي عندنا شغلتين، اللي هي شي ولد أو أي اسم مفرد ياخذ هاز. أما الـ I U we they أو أي اسم جمع ياخذ هاف. يعني هنا أنا عندي I تاخذ هاف، شي تاخذ هاز. ناخذ مثال اخر، سلمى، اسف، سلمى فراغ توثيك، سلمى توثيك. I have temperature، وين الاي؟ تمام. فهنا الجواب مالتها have لو has. سلمى هو ما قال سلمى عندنا مفرد، ومفرد ياخذ has. اوكي، هنا مع هذا الفيديو راح نعيد لكم رابط، وهذا الرابط في الامتحان حول هذا الموضوع، وان شاء الله راح نستعجب المادة لان لازم نخلص الفصل الثالث. الفصل الثالث فيه عندنا 10 مواضيع مهمة، 10 فيديوهات. أريدكم تشدون حالكم طلابنا، وبعدين راح أسوي لكم بالجروب مات السادس ابتدائي يعني مجموعة من الفيديوهات، وهاي تشوفوها بالتسلسل به المواد المهمة، وبعدين نأخذ القطعة الخارجية وكمان في أمور الطلاب الأعزاء. شكرا جزيلا.